هي الدولة. إذا كان شباب خمم في البحر، إذا كان إنسان بيع نفسه للماء للبحر وما عندوش أمل باش يحيا ويعيش، هنا شنيا؟ كريمو بالمنطق باللي تحب أنت شنيا وين ماشيين؟ وقفت قدام الفرماسيين نلقى روحي بست شهور حبس، ما عملت شيء، علاش؟ قال لي المرة اللي فاتت مرانا ترولها شركة لهنا، يا أخي الفرماسيين ترولها شركة، وأنا جاي باش نشري باكو دوا نمشي نعدي ست شهور حبس؟ أنت في بالك أختي إحنا توا شعب ولينا ناكلوا في القطاطس ونلصحوا في صوابعنا؟ صدقني ناكلوا في القطاطس ونلصحوا في صوابعنا، ماناش خالتين على الدجاج. إي أنت كي تحل لي البار وتشجعني باش نمشي نشرب في البار، ومن بعد ما نشرب شنو باش توقع نعمل أنا؟ أكثر حاجة في الدولة هذيا بيزار اللي هي شناهي؟ باش نركح أمور الشباب، يا ودي وليت كاهل أنا ما عاد شاب. تي ثلاثة أيام آخرين نعمل عكاز ونبدا ندور برنوس وقشة بيا ونبيع في المشوار، هي طلبة هذيك مش بيع مشوار. لكن الناس بحكم الإنسان ولا عنده عزة كرامة في بلاصة باش يطلب ولا يبيع في مشوار. علاش وصل المواطن في البلاد هذيا بيع كيلوتو؟ إيجا نعملوا حوار ونعملوا هكا رينيو مع بعضنا ونحلوها مصير الإنسان يعطي أعظم من بدنه راه. يا دولة أعطيني حق تنفس بوان وبرك، اعطيني في بالة ومسحة وفيس وقول لي يحفر لهنا اعرق وخذ تعبك، اعطيني حتى شر التعب نتاعي. انا توا وميتي الوحيدة تتبناني اي امة سيدنا محمد نخدم واعطيني حتى شر الحق نتاع العرق. يزي يا ربي ورثاك، ماناش طالبين الغنى، يزي فيه البرك، يزي شعب قال باستا، يزي بارك الله في تونس وفي القانون، بارك الله في تونس وفي القانون، بارك الله في تونس وفي القانون. مواطن تونسي يعيش في تركيا، باع الكلوة نتاعو بما يقارب 15000 دولار، المواطن واحد آخر كونغولي، شنو رأيك؟ موصل له هو بيعها معناها عمل لك، هكا باز ما ظروف ربي يعلم بها زاد على الآخر. الشباب الكل وشباب الكل تو ماذا بيه يبيع حتى في ستي، أنا واحد من الناس يقول لي تشريها نقول له هاك خوذها تو، خاطر ما عندناش فلوس. أنا نحكي معاك تو، هاو شنو في جيبي؟ بالحق نحكي معاك ويني؟ هاي 500 فرنك وما لقيتهاش. ضاعت 500 فرنك بالحق وما عندناش خدمة أول حاجة، وثاني حاجة كنا بطل. أنا كل يوم مشكلة في دارنا، برا أمشي برا أمشي نمشي نلوش خدمة مضامن ونسخ بطاقة تعريف وتصاور ونمشي نصبهم له، برا نقول له نكلمك نمشي نصبر عليه جمعة كاملة نعاود نرجع له نفس الحكاية كل يوم هكا. أنا واحد من الناس يقول لي بيع كيلوتك تنبيعها تو قدام تو نمشي معاه، انا خاطر بالحق شباب بطال ايش هاو بالحق ايش هاو هذا قد عمرك 39 سنه 39 سنه في البلاد هذه نقص حاجه واحده باش نبيعها اللي هي لساني. عطاونا حريه التعبير، حريه التعبير شنو نعملوا به؟ ناكلوا به الخبز نشربوا به القهوه، شو نعملوا به؟ ام في الجبانه ابو في الجبانه، شباب نبات في الشارع، شنو هي الحل؟ الحل نطلع لك مضمون واربعه تصاور وجيب هذيك وجيب هذيك وجيب هذيك ويقول لي برا اعمل فازيتا وجيب لي ورقه من الطبيب. يا اخي انا كان عندي ورقه باش نعفزت نمشي للطبيب باش يجي يقول لك خدمني. امان توينسه راهو ماناش اوروبيان، احنا عندنا معناها الشوماج وعندنا كذا ما عندنا حتى شيء، صغار توينسه شباب زعنا به، تقول لي الحرابش وتقول لي الشراب وتقول لي وكذا وكذا وكذا، اي مشارع يبيعوا فيهم تما عندنا نقاط يبيعوا فيهم ولا اي؟ انت كي تحل لي البار وتشجعني باش نمشي نشرب في البار ومن بعد ما نشرب شنو باش توقع نعمل انا؟ توفر لي خدمة يا أخي، أنت محل البار وأنا بطال بالحق قسما بالله. الطفلة الطفلة بكل أعمق المقاييس ب 400 دينار تختي، تي شو بتعمل؟ تخزر أخوها تخزر لأمها تخزر الباء يا خويا خدمني، ماني طالب منك شيء، تطلبني في بطاقة تعريف نقول لك تفضل، ما تطلبني في الهوية نعطيك الهوية نتاعي، خدمني راني تونسي بطال. انت قلت لي تمشي تقدم مطالب ويرفضوك، حسب رايك انت علاش يرفضوك؟ يرفضوني على خاطر انا ما عنديش الامكانيه نتاع سي فلان وسي فلتان باش ندخل نخدم حتى في باركينج باش نقف نعس فيه يلزم سي فلان يتكلم عليا. يا اخي سي فلان راني حاس بيا، ها انت في بالك اختي احنا توا شعب ولينا ناكلوا في القطاطس ونلصحوا في صوابعنا؟ صدقني ناكلوا في القطاطس ونلصحوا في صوابعنا، ماناش خالتين على الدجاج، الدجاجة تقاقع على سويقاتي ما عادش خالتين عليها نحن. أكثر حاجة في الدولة هذيا بيزار اللي هي شناهي؟ باش نركح أمور الشباب، يا ودي وليت كاهل أنا ما عادش شاب. تي ثلاثة أيام آخرين نعمل عكاز ونبدا ندور برنوس وقشة بيا ونبيع في المشوار، هي طلبة هذيك مش بيع مشوار.
لكن الناس بحكم الانسان ولا عنده عزة كرامة في بلاصة باش يطلب ولا يبيع في مشوار ويتهان عليه وعلى الرصيف ورخصة باش نبيع بكفة في مشوار. تو بكفة في مشوار نعمل له ترخيص وين باش نمشي واكثر من هك؟ وين؟ انا لا قلت لا حكومة لا قلت كذا لا قلت حتى شيء. انت فما البرنامج هذا علاش هو يبيع كيلوتو باهي يبيع كيلوتو اكزاكتيمون علاش وصل المواطن في البلاد هذيا بيع كيلوتو؟ ايجا نعملوا حوار ونعملوا هكا رينيو مع بعضنا ونحلوها مصير الانسان يعطي اعظام من بدنه راه يا اخي ربي خلقنا بالاعظام تاعنا كاملين يبيع قطعه من بدنه شنو السبب زعما علاش؟ فما واحد يكره الحياه يا اخي ربي خلقنا باش نعيشوا نحن ايه ربي خلقنا باش نعيشوا وخلق الحيوان باش يعيش ويعيش حتى من الطبيعه يا احنا الطبيعه ما عادش خالطين عليها الطبيعه ما عادش خالطين عليها الاكسجين بالفلوس شنو هي طالب مني؟ يا خويا يا دولة يا تونس يا شعب راني بطل عديت الحبس تقمعت غلطت عملت إن شاء الله كل إنسان في حياتي تعديت عليه يسامحني نشكر كل إنسان تعديت عليه يسامحني لكن يا دولة أعطيني حق نفس بوان وبرك أعطيني بالة ومسحة وفيس وقل لي يحفر لهنا أعرق وخذ تعبك أعطيني حتى شر التعب نتاعي يا رب. عشت تجارب خايبة في حياتك؟ عشت برشا تجارب شديت الحبوسات وعديت معاهم اللي شدين المجلس التأسيسي توا صدقني ورسختني نحكي لك عليهم فرد فرد عين معين واحد واحد نحكي لك عليهم بار ديتاي تخطف شركة من هنا وسط البلاد تبلعها تدخل للحبس تهبطها من كرشك تبيع حالهم اليوم هما ندمت؟ ندمت أفي ندمت على اللي عملته لكن ندمت وتسجعت كي عملت بل كي عملت تسجعت شنو الشيء اللي سجعني؟ الشيء اللي سجعني ما لقيتش في نشري باكو دواء لامي ما لقيتش وقفت قدام الفارماسي نلقى روحي بست شهور حبس ما عملت شيء علاش؟ قال لي المره اللي فاتت مرانا ترولها شركه لهنا يا اخي الفارماسي ترولها شركه وانا جاي باش نشري باكو دواء نمشي نعدي ست شهور حبس عليه شو مش نقول لك الحكومه ظالمه مش نقول لك ما نعرفش شنيا هذوما هل باش نقعدوا نحكيوا فيهم احنا تو انترنون وانتوا راجل زي الكل صدقني عارف اربع كلمات باساجي ماشي على روحي يعني. اما طالب حاجه واحده من الدوله اللي انا معناها ننتمي له يا دوله يا دوله يا دوله يا دوله اذا كان شباب خمم في البحر اذا كان انسان بيع نفسه للماء للبحر وما عندوش امل باش يحيا ويعيش هنا شنيا كريمو بالمنطق باللي تحب انت شنيا وين ماشيين وين ما يا خويا وفر لي العايش باش ناكل في كرشي يزي من بيت مستور يزي فيه الف برك خلينا نرجع بالنقطة قلت لي راك غلطت وعملت حاجات خايبين وكل شيء لكن ونادم كي عملتهم تحلت مشكلتك تصلحت وضعيتك ما تصلحتش وضعيتي وما تحلتش وضعيتي وبالدليل انا عمري 39 سنة ما عنديش بطاقة تعريف علاش ما عنديش بطاقة تعريف وقت اللي روحت من الحبس مشيت باش نصب بطاقة تعريف باش نخدم في باركينج على اساس اي حاجة ما يهمنيش يا راجل ما يعيبني شيء كيما المرأة ما يعيبها شيء فهمت به علاش خويا انت تو لهنا انا كي نعطي بطاقه تعريف تقول لي في العمر هذا جيت طلع بطاقه تعريف اوكي جيت طلع فيها في العمر هذا ماني كنت في الحبس قالوا لي تمشي هذه البطاقه تعريف نتاعك للفنيه نهج تركيا تقعد مونتون شهرين ثلاث يعني انت توم سايبني من الحبس وانا جايب طلع بطاقه تعريف نستناها ثلاث اربع شهور به فك الاربع شهور هذوك انا بجاه ربي حدد لي الاربع شهور كيفاش باش نعيش فيهم عايش برحمه ربي صحيح وما فما حد يبعد نقص حاجه عايش الحرمان الكل عايشته وتو باش نقف على اربع شهور انا حياتي ولات مبنيه على اربع شهور على بطاقه تعريف كمواطن في البلاد هذي شنو تقول للشباب اللي قاعدين في الوقت الحالي يتعداو بنفس التجربه اللي انت تعديت بها خايبه قبل اكيد فما شباب كيفك شنو تقول لهم الطريق هذايا مازال يوصل ما يوصلش ينجم يصلح الوضعيه ليه انا ننصح الشباب في كامل انحاء العالم يا شباب يا شعب رد بالك تقايس ان شاء الله ديما غدوه خير ان شاء الله غدوه خير خاطر بالحق غدوه خير اليوم هنا عشناه وكان نفخر ربي في صورتنا غدوه خير انا نتمنى اي شاب في العالم يسمع فيا وحتى يتفرج فيا نتمناه يمشي بحاجه واحده يتبع رضايه والديه ويرضى باللي كتب له وربي راهو ياثر كل انسان وما يخيب حد وربي راهو في الدنيا يشوف فينا وفي فعايلنا وفيش قاعدين نعملوا وانا ما نحسدش هو عنده كرهبه ان شاء الله ربي يزيده ويرزقه مو انا وفر لي ناكل قدمه في كرشي مش نحكي لك راني بقول مو على الشر والمعيشه وليه ليه 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 يا اخوي اعطيني قلت لك فاس ومطرقه وزنزير نحفر التراب واعطيني شطر حق فرحان ويرحم والديك
علاش مش من الاول راك بديت هكا؟ بون من الاول كانت عنا عراقيل الصعوبات، وكان فما قبل البوليس السياسي اللي هذا ما يتخباش في المجتمع التونسي، وكان الانسان يخاف حتى من حوايج اللي لابسهم. انت في داركم باش تتعشى ومعاك بوك وامك تقول لك اسكت اسكت ما تعرفش الدنيا. لكن كان بكل صراحه نحكي لك على خدم، ما احنا علاش مش من الاول حطيت في قلبك وخدمت كما جاي وما غلطتش؟ باه من الاول بالنسبه للخدمه، الخدمه من اللي حلت عيني انا في الدنيا، من اللي حلت عيني في الدنيا هذه اسم الخدمه ما نعرفهاش. سعيت باش نخدم، مشيت للاصلاحي سعيت باش نخدم، مسحت بالار تاع كهرباء نلقى روحي في الاصلاحي. فهمت اختي؟ يعني لهنا كي انت باش تحاسبني على عمري اللي فات يا خويا، هيجا نبدو صفحة جديدة. ما صار ثورة في البلاد، هيجا اللي تعدى ومشى وفات. يا أخي أنت تو تنحيها لي من فمي وتحاسبني حتى على الهواء اللي نتنفس فيه، باش نوصلوا يعني للمرحلة هذيك نحنا؟ إذا كان أنت باش توصلني أنا كشاب نوصل للمرحلة الهواء اللي نشم فيه وعلى كل خطوة نبدلها باش تحاسبني عليها، تعاد على الدنيا سلام. ربي خلق الإنسان باش يعيش للعبادة. شو لنقول لك؟ رهاب، لنقول لك تكفير، لنقول لك ما نعرف شنيا. اللي يغلط في الدنيا هذيا باش يتحاسب توا وباش يتحاسب من بعد. لكن كي انت باش تحاسبني توا وفما حساب عند ربي من بعد، يمالا وفر لي وحاسبني وعند ربي الميزانية. انت توا ناوي تبدا صفحة جديدة ان شاء الله؟ انا توا وميتي الوحيدة تتبناني اي امة سيدنا محمد نخدم واعطيني حتى اشتر الحق متاع العرق. يزي يا ربي ورثاك، ماناش طالبين الغنى، يزي فيه البرك، يزي شعب قال باستا، يزي بارك الله في تونس وفي القانون.